ومن هنا تبدأ الطريق نحو معانقة أمجاد الماضي، بعد فترة فراغ ألقت بظلالها على رياضة السباحة الوطنية. يعود السباحون المغاربة ليلتئموا في أول تجمع إعدادي منذ 3 سنوات. 35 رياضيا يمثلون مختلف أندية المغرب، وآخرون من فرنسا، أمريكا والنرويج يخضعون لتدريب مكثفة استعدادا للاستحقاقات القادمة. J'étais en stage il y a 3 ans. Le groupe n'a jamais été aussi grand. On est une trentaine de nageurs. Il y a 3 ans, j'étais là, il y avait genre 5 nageurs. L'ambiance était un peu, elle était pas si bien que ça. Mais franchement, moi je trouve que ça s'améliore et les compétitions à venir, je crois qu'on sera tous bien préparés. Les entraîneurs sont là, ils nous préparent pour les championnats internationaux. Donc pour la semaine prochaine, il y a les championnats du Maroc. Ce sera un premier test pour les championnats arabes qui arrivent en septembre et les championnats d'Afrique juste après. Ça fait 15 jours que nous sommes ici en préparation, nous entraînons une fois par jour après le fitor, parce que le Ramadan ne nous aide pas dans les conditions. Et après le fitor, nous faisons des séances de PPG, nous gérons, nous faisons guinage, des préparations des nageuses. وكنتمناو ان شاء الله نكون استفدنا بزاف ونطلعوا بلادنا في السباحه. الاستعدادات انطلقت قبل نحو 2 أسبوع، مده تظل غير كافيه بالنظر الى المشاكل التي اثرت سلبا على مردوديه وتنافسيه السباحين، والتحدي الاكبر عامل الوقت. قبل هاد السباحه لقينا معاهم صعوبه، لان اغلبيه كانت امتحانات البكالوريا، الاغلبيه ديالهم عندنا حنا الدراري كيقراو. ثانيا كان درنا واحد لا شارج اللي كان مملفينش بها. ثالثا حتى هذا التوقيت ديال رمضان تا هو لعب الدور ديالو. كل التدابير تم اتخاذها ليمر هذا التجمع في احسن الظروف، للوقوف على مدى جاهزيه السباحين واختيار الافضل للدفاع عن الالوان الوطنيه. من خلال المرحله الثانيه، من خلال بعد البطوله الوطنيه اللي غتقام في مدينه الدار البيضاء ما بين 31 من هذا الشهر وثلاثة من شهر غشت، غتحدد اللائحة النهائية للسباحين الأكثر استعدادا للمشاركة في البطولة العربية اللي غتكون في الدار البيضاء إن شاء الله. إضافة إلى البطولة الوطنية التي ستتم خلالها متابعة السباحين المغاربة، استحقاقات أخرى تنتظر السباحة الوطنية، أولها البطولة العربية في البيضاء شهر سبتمبر المقبل، تليها البطولة الإفريقية في الشهر نفسه بالسنغال. والطموح كبير للعودة بالسباحة المغربية إلى مسارها الصحيح في انتظار الخلف.